اليوم راح افرجيكم اسهل طريقه لتختيم تحدي رمال الذهبيه وليالي نصر بنجوم ثلاثيه. مرحبا شباب الريبلز، معكم هيمو كوف. اليوم في عنا موسم جديد بكلاش اوف كلانز بالطابع الاثري المصري. راح اهجم بالتحدي يلي كلياتكم جايين عشانه. لا تنسونا من اللايك، وخلينا افرجيكم افضل طريقه من افضل لاعب كلاش رويال بيلعب لعبه كلاش اوف كلانز. اول شيء تاكد ان الواردن ارضي مش جوي، بعدين الملكه شوف كيف بدك تحطها. تحطها هون عشان نطلع كيف بارنا. عيد عيد تاني. رح نلعب الكوين هنا، نعطيها خاصية عشان نايس اللعب. بعدين تلعب الوردن، تلعب الايس جولم، تنين لفوق وتلعب بالونين تحت. حلو، اول ما يروح الاختفاء تضرب الخاصية تاعت الوردن عشان تشيل كل اشي، والبلالين راح يكونوا سابقين التنين عشان الانفيرنو يمسكهم. والله ما مسك اشي بس مش مشكلة عادي، اصلا كمان في كمان لغم ثاني، فهيك الامور طبيعية 100%. هسا بس يموت برج الملكة هذا، برج الارشر، راح العب البطلة. حلو، لعبناها من تحت هنا، راح نعطي واحد تسريع كمان عشان نفرتك كل اشي بسرعة. وهذا السنجل انفيرنو ماسك البطلة، ولكن البطلة في معها اختفاء عشان انا مش خايف. والله معلم انشقت البطلة. لا والله خايف انا، دقيقة علي. لا خصيصة مش مشكلة عادي، مش مشكلة. هسا هون راح نفعل اختفاء لانه حلو والله الخاصية تاعت البطلة انا صارت كثير سريعة. انا بعد تاون هول مستوى 13، فانا مش عارف شو اللي بصير يا عاد، بس انها قوية. حلو انا صار لي يومين بلعب فيها بس للبطلة. اتوقع هون انه جبنا العيد. لا، مع انه صراحة انا كثير خبصنا شوية، ولكن انتوا يعني لعبتوا احسن من اللعبة. المهم هنا اسهل اشي، اربع تنانين، اربع بلالين، واثنين هيد هانترز عشان يشيلوا الارشرز. وهنا معلم نضفنا كل اشي، وهذا ظل معنا في حبة انفيرنو. هسا اللي علمني على الهجمة هاي نسيت شو اسمه، لازم اعطيه كريدت صراحة لانه كثير ساعدني. الشباب صراحة من كلاش كلانز كثير بيساعدوا. ترامبل دامج، الشاب كثير مرتب، فرجاني هاي الطريقة اللي افرجيكم اياها، شكرا له. واحكوا لي اذا بتلاقوا اسهل من هذا الهجوم، صعب تلاقي صراحة. قبل لا انهي المقطع راح فرجيكم كيف شكل المنظر الطبيعي، كثير اسطوري رهيب. هون شوفوا هذا اهم شيء انا كثير حبيته، انه في جاين قاعد بيشتغل هون، وبرضه كمان غير السفن، هون بيطلع شعاع من المثلث الصغير، واذا بتلاحظوا راح يطلع شخصيات لبرول ستارز. شو قصدهم فيه؟ ما بقى اها اوكي، هاي مرة فضائية بس في مرة بطلع برول ستارز ماشي. اما بخصوص السكنات، ففي عندنا هون الملكة المصرية، احنا صراحة بدنا طابع اثري اردني لو سمحتوا كلاش كلانز. شكلها صراحة كثير حلو، ولكن اللي عجبني اكثر منها الملك. الملك كثير مرتب، طلع احلى يا نايس. بعدين في عندنا البطلة المصرية، شوفوا هيك الحية بتجيب لها هي الرمح تبعها، برضه كمان اشي مرتب. واخر اشي راح نشوف هنا الوردن. انا اخر اشي انتبهت انه العصاية اللي معه هاي كوبرا. نايس. كامل ريبز، هذا كان فيديو تبعنا اليوم، اتمنى انكم استفدتوا فيه. ما تنسون من اللايك، تعليق جميل، وان شاء الله في الايام القادمة اعطوني بس شوية وقت عشان اعرف اعمل لكم محتوى كلاش كلانز. نراكم قريبا ان شاء الله. Peace out, homies.